السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا ربطنا في الدروس اللي فاتت الجدول الزمني بالمشروع بتاعنا. دلوقتي انا عايز اتحكم في ايه اللي اشوفه هنا في 3D Object. طبعا انا اقدر اقفل من هنا زي ما انا عايز البلامنج والميكانيكال وكل حاجة، لكن انا عايز برضو يبقى فيه تحكم اكتر. طب تحكم اكتر هعمل ايه؟ هروح للنافيجيتور واشغل 3D Filter. احنا شفنا الفلتر هنا قبل كده في التاسكات، ان انا ممكن اجي هنا واقول له كاستم فلتر واقول له انا عايز اشوف بس اللي النيم بتاعه بتساوي كذا مثلا، او بيحتوي على مثلا كلمة وول، فيخفل اي حاجة مفيهاش كلمة وول مثلا. خلينا نكتبها سمول واقول له اوكي، وتقدر طبعا تضيف كذا برامتر. طيب بعد كده ممكن نقول لا الغلنا الفلتر دوت، ديليت واقول له اوكي يلغي لنا الفلتر. انا عايز اعمل هنا 3D Filter، فهقول له اد فلتر وابدا اشوف الفلتر ده مثلا خاص مثلا بالول او اي حاجه لسه هنشوف هنعمل فيه. فبيقول لي انت عايز انكلود ماتش، يعني اللي هيتطبق فيه المواصفات دي هو اللي هيبقى هنا، مثلا النيم بتاعه ماشي يكون في مثلا كلمه وول مثلا. تمام، نيجي هنا في النيم ونقول له وول، يبقى احنا كده مثلا حطينا شرط معين ان يكون الاسم فيه وول. ممكن تخليها ماتش كيس، يعني يبدا يشوف الكابيتال والسمول والحاجات دي كلها. ممكن تقول له انكلود ماتش او اكسترود ماتش، وممكن اقول له اكتف ان اول 3D View. تمام، فكده خلالي بس الوول هو اللي موجود، او اقول له لا شغال لي كله ما عدا الوول ديت. فانا كده اقدر اتحكم فيها من خلال هنا. ممكن تكتب هنا كولوم، ممكن تكتب فلور ماشي، يعني خلينا نقول له مثلا فلور سلاب زي ما انت عايز فلور ماشي، ونيجي نقول له اعكسالي او خليها لي، فيبدا يغير بينهم. وممكن تقول له بقى انا عايز حاجه فيها كلر مثلا، عايز اخليها بلون معين او فيزابيلتي تظهر او ما تظهرش اوريجينال كلر، او انا عايز اغير الكلر بتاعها. تمام، يعني اللي هيطبق فيها المواصفات دي تبدا ناخد الكلر دوت. طيب وتقدر تقول له دي اكتف، خلاص انا كده خلصت فمش عايز الفلتر ده يشتغل، او اكتف ان اول 3D View. طبعا ممكن يكون عندك كذا فلتر. طيب لو عندي كذا فلتر وعايز اطبقهم الاتنين مع بعض اعمل ايه؟ هاجي هنا هلاقي عندي حاجة اسمها 3D View Properties، هلاقي عندي الاوبريشن اند اور. يعني ايه اند اور؟ اند يبقى هيظهر لو الاثنين اتحقق فيهم الشرط ده، اور يكفي ان واحده فيهم اتحقق فيها الشرط دوت عشان يظهروا. ممكن تعلم مثلا على الاثنين دول مثلا، نقدر نقول له اند او اور. تمام، يعني ممكن نديله مثلا لون معين او نسيبهم بالالوان بتاعتهم او الالوان اللي موجوده هنا في الفلتر. فممكن اجي هنا واقول له لا انا عايز اختار اللون، اقول له مثلا عايز اللون دوت، خلاص ياخد هو اللون ده. خلينا نختار مثلا لون تاني وليكن مثلا اصفر عشان يبقى ان هو بيتأثر فعلا باللون اللي انا بختاره. ممكن اجي هنا واقول له لا خليها اور او خليها انت عشان يطبق الحاجة اللي احنا عايزينها. ممكن في زبالتي يبقى يخفي او يظهر. تمام، اور يبقى واحدة فيهم يكفي ان واحدة فيهم تحقق عشان تبدأ تظهر. ممكن تعمل مثلا واحدة للول واحدة للفلور، يبقى كده عندي الول ممكن اديها لون والفلور اديها لون، او خليهم الاتنين بس اللي ظاهرين والباقي ما يظهروش. يبقى دي لو انا عايز اخلي كذا فلتر من 3D Filter فعال وشغال معايا في قلب 3D.